السلام عليكم حليل الوتيم. من بعد ما عجبكم لا فيديو طريقه الاحتفاظ بالقزبر والمعدنوس لمده طويله، ان شاء الله غنعمل معكم نفس الطريقه بالنسبه للنعناع في الطريقه الصحيحه لغسله وكذلك الاحتفاظ به لمده طويله. نحتاج كميه من النعناع تتبقى على حسب الرغبه، نكونوا منقينه بطبيعه الحال بشكل جيد. نحتاج خل ابيض، كيف ما تنعرفوا الخل الابيض رائع جدا لتعقيم المواد الغذائيه لانه تيزول البكتيريا والحشرات الصغيره وكذلك تيزول جميع المواد الكيميائيه اللي تتكون معالجه بها كل هذه الانواع ديال الورقيات. كنلاحظ العديد من الاخوات يمدوا مثلا الخص او الربيع او النعناع للصنبور، هذه الطريقه خاطئه اخواتي. من الاحسن عملوا سلطه او بانيو كبيبر هكا ونضيفوا له الماء وقطرات من الخل، بهذه الطريقه تتزول جميع الاتربه ولو هذيك الرقيقه اللي تتكون عالقه النعناع. ثم بعد ذلك تنسقطروه في شي شبيكه من بعد ما نغسلوه مرات عديده حتى يبان لينا المخرج نقيقي وما فيه حتى نوع من الترسبات. نحاولوا نشفوه ان شاء الله. غادي نشفو في هذه الاله الخاصه بتجفيف كل انواع الورقيات، فهي متعدده الاستخدام. كنا نشفو فيها النعناع كيف ما تيظهر امامكم، قزبر والمعدنوس، ليزيبيناغ، الخص، يعني السلق، جميع انواع الورقيات لانها كتعفينا من فتره الانتظار. السيده اللي ما توفرت لهاش يمكن لها تخليها غير في الشبكه وفي لابغي ديال الكويزين، ينشف لها ان شاء الله. وكيف ما قلت هذه الاله تتعفينا غير من فتره الانتظار وكتسرع التجفيف ديال كل انواع الورقيات. فلانج مطبخي كنضيف بطبيعه الحال، غنعملو النعناع ونلفو حوالين نفسه. يمكن السيده استبدال المنديل المطبخي ببابي ابسوربون او الورق النشاف، الا اني لاحظت من تجربتي الخاصه انك كتبقاي اشاك فوا خصك تبدليه كل يومين او 3 ايام لانه تيتندى وتيشرب ليميديتي بسرعه عكس المنديل اللي تيحافظ على النعناع طري لمده طويله. ومن بعد ذلك تنعملوه في كيس غذائي وتندخلوه للثلاجه لحين الاستعمال. تبقى النعناع طري، ريحته رائعه ولونه زاهي. كنتمنى حيله اليوم تنال اعجابكم. ما تنساوش لايكي ولا فيديو، اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك وضغط على زر ابوني سبسكرايب اشتراك باش توصلوا بجديد القناه. مرحبا باسئلتكم باقتراحاتكم، وضعوا لي اسفل لا فيديو وان شاء الله نجاوب عليها. شكرا حبيباتي للمشاهده.